كما قلت للزملاء ديالك، يعني احنا ما عندناش مباراه في البطوله ولا مباراه في التمييز، يعني عندنا قال الماتشات بحال بحال. الحمد لله قدرنا ننتصر في هذه المقابله، الحمد لله حتى الدراري الصغار اللي دخلوا بانوا على مستوى اللي مزيان، اللي غادي يخليهم ان شاء الله الماتش الجاي يلعبوا باريحيه، ان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله. هذا التورنوا هذا يعني دازوا شحال هادي ومابقاوش ورجعوا يعني من طرف الجمعيه الملكيه. كيفاش كتشوف انت هذا التورنوا؟ الدوري التمييز يعني بالنسبه لنا مزيان، يعني حتى الدراري اللي ما كيلعبوش بزاف تعطاهم واحد الفرصه باش يبينوا القدرات ديالهم ان شاء الله، باش هما تكون عندهم كلمه ديالهم في المستقبل ان شاء الله، وحتى حنا كيكونوا عندنا لعابه ان شاء الله حتى حنا نمشيو يحترفوا على برا بهذا الدوري هذا ان شاء الله. الله يسهل على الجميع. شكرا على الفوز ديال اليوم، ربحنا بجوج زيرو. كنبغي نشكر اللعابه، الدراري الصغار والدراري الكبار اللي عاونونا، اللي دواو معنا هاد السيمانه كامله وعطاونا لا كونفيونس باش نلعبوا بخير وعطاونا دي كونساي. كنبغي نشكر حتى المدرب مكوينا والطاقم ديالو كامل اللي خدم معنا مزيان هاد لا سيمين، حنا لي جون والطاقم كامل. وكنبغي نشكر حتى الجمهور اللي ساعدنا من الدقيقه الاولى حتى الاخرى على باش نحققوا هذا الفوز. الحمد لله الحمد لله عطاونا هذه الفرصه باش لي جون فهمتي، كاينين سته اللي خصهم يدخلوا في التشكيله، ودوا معنا الكوش قال لنا لعبوا كما كتعرفوا تلعبوا، وفرصه هذه بيان سور فرصه.